إذا هل تستمر التلال الرملية في ابتلاع الأرواح؟ إن شاء الله نتمنى أن هالشيء ما يصير ونحد منه قد ما نقدر. نرجع حق عبد العزيز. عبد العزيز أنت مثال جميل بالنسبة لنا للشباب القطري اللي فيما سبق كنت من صاحب هذه الأجواء والهواية في سيلين، وبعد ما تعرضت للحادث ما شاء الله استمريت في هوايتك حب السيارات ولكن في عالم الدراج ريس. خلينا نتكلم عن الحادث اللي تعرضت له عبد العزيز، شلون صار أول شيء؟ والله عبد الله شوف مثل الشباب، لكن هالحادث اللي صار لي أنا في سنة 2010، طبعا نتكلم عن تقريبا ما يقارب 10 سنين. نعم. قبل غير عن الحين، الحين اللي نشوفه احنا صراحة انتحاري. قبل في صار شيء خرع، تنظيم تهور زيادة. يعني احنا نروح سلين ما خلاص ما نروح صوب الشباب، يعني اللي نشوفه الحين الجيل هذا تقريبا في عمر 17-16 سنة، صح؟ واللي تشوف اللي يسوونه شيء جنوني، يعني مش نفس شو اللي صار معك. شلون سويت هالحادث؟ والله صار لي الحادث وي بوي، تداعمت وتقلبت لي تحت. الحمد لله على السلامة. الحمد لله. وبعدها الحمد لله يعني حق قاعد نشوف لقطات حق الحادث. ايه، فمن عقبها عقب حفظة ربي الحمد لله السياره مجهزه كامله. نعم، هذه السياره اللي موجوده شفناها شلون انقلبت معك الحمد لله على السلامه. الملاحظ عبد العزيز بسيارتك انها كانت مجهزه فيها رول كيج. نعم. صحيح، رول كيج، كراسي ريس، احزمه ريس. عقب هالحادث خفيت انا عن العديد كلش يعني، واتجهت للحلبه الصراحه. اتجهت للحلبة. طيب خلينا نتكلم الحين هالحادث هاي اللي انت تشوفه، من كان غلطان انت ولا هو؟ والله تبي الصج الاثنين، انتوا الاثنين غلطان. نعم، لان جايين عكس، كل واحد جاي عكس الثاني وما في تنظيم كان. حلو، فغضى غدر يعني وصار. من حصلت حواليك قبل الحادث؟ والله الشباب كلهم تمام، اولهم انت كنت هناك. زين، الحمد لله على السلامة اول شيء. الله يسلمك. جميل ايضا ذكرت بان انت كملت هوايتك وحبك للسيارات في عالم الدراجز. طيب خلينا نتكلم عن حاليا القضية أصبحت رأي عام في المجتمع القطري، الكل صار يطالب بالحد من هذه الحوادث، من التهور اللي احنا قاعدين نشوفه. أنتم كشباب هل طلبتوا في أماكن مخصصة في سيرين نسمح لنا نشوف حلبة الاستعراض اللي موجودة في نادي قطر لسباق السيارات الدرجات النارية؟ والله طالبنا أخوي عبد الله، وفي أعتقد هناك طقس تقريبا مجهز كامل ومشبك، تقريبا صار الحين 4 سنين على اساس بتقوم بطولات فيه، فما في اي بطوله عليه ولا شيء. احنا نتمنى احد الحلول المفروض انها نتمنى. نعم، لان انت الحين لو تلاحظ قبل 10 سنين وهالسنين كل يوم يا اخي حادث ووفيات، فوين قبل نادر تسمع شيء يعني وفيات او حادث، لكن الحين لا نتمنى صراحه. زين، هل السؤال ان شاء الله